ماهر، ليه 12 سنه؟ ليه قعدت تفكر فيه 12 سنه؟ عشان في مشاريع لازم تتنفذ بالشكل الانسب ليها. في بعض المشاريع بتبقى يعني بنسميها استوديو برودكشن، يعني اننا بيبقى عندنا عوامل موجوده بنصنع عمل في وقته لزمنه لتاثيره في الوقت اللحظي مثلا، لكن في اعمال بتحاربي عشان ريفو حاربت. يعني انت جربت تنتجه قبل كده وما عرفتش؟ كتير 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 فعلا. وكنت بوقف المشروع اكتر من مره. هو اصلا المشروع ابتدى انا وتامر وامير اصدقاء من زمن طويل قوي يعني. فانا من البدايه عارف ان شادي هو امير، وعارف ان ماجد هو تامر، واحنا ماشيين مع بعض كل سنه وكل اتنين تلاته كده اقعد اقول لهم ان شاء الله هيحصل ان شاء الله هيحصل، وبشكرهم ان هم ما فقدوش الامل نهائي الحقيقه يعني. ولحد ما العوامل كلها توفرت في واتشت، يعني واتشت زي ما محمد كان بيتكلم ادونا الصراحه الصلاحيه ان احنا ننفذه باحسن شكل باحسن صوره. وهي زي ما بقول لحضرتك في مشاريع تحاربي عشان 12 سنه توقفيه مره توقفيه 20 مره لحد ما يطلع باحسن صوره، مش مستعجلين عليه. طب نشوف مشهد تاني معانا. مشهد ايه لمريم؟ نشوف مريم. والحقيقه ان مريم علاقتها بابوها وفكره انها عايزه تكمل الحلم، هي بتدور على نفسها طبعا، هي ايضا ما كانتش بس بتدور على انها تستكمل حلم ابوها، ولكن كانت بتدور عن هي عايزه تعمل ايه والضغط اللي عليها عشان تسافر. ولازم اسالك انت بقى هتعمل ايه في مريم دي؟ وانتوا في جزء تاني؟ في جزء تاني؟ انا ولا هو؟ مين اللي هيجاوب؟ المنتج ولا المؤلف؟ المؤلف استاذ لا، مين اللي عنده الاجابه؟ في جزء لو الكاتب كتب في جزء تاني؟ الاجابه انه يعني احنا تحت امر الجمهور. لو حضرتك طبعا الجمهور، انا عايزه جزء تاني. عايزه جزء تاني بس انا عايزه شادي. مين؟ ما دي مشكله. انا بحب شادي. انا عايزه شادي. عايزه شادي. عايزه شادي. لا يعني عايزه شادي. هجيب شادي ازاي في الجزء تاني؟ مفيش شادي بقى، احنا جبناه. لا 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 ان شاء الله. اولا يعني معلش طبعا انا عارف ان في مقطع، بس هو في اسئله انا عارف ان الجمهور بيسال اسئله كتير. لا احنا عاملين حسابنا على كل حاجه، يعني الناس لو فاكره ان في حاجه احنا ما خدناش بالنا منها، لا احنا واخدين بالنا من كل حاجه وعارفين احنا هنجاوب عليها. احنا جاهزين. احنا جاهزين جاهزين كل الردود يعني. جاهزين قوي.